أحسن الله إليكم. تقول في آخر سؤالها: وسمعت أن من صلى العشاء والفجر في جماعة ينال أجرا يساوي قيام الليل، فهل هذا صحيح؟ وهل النساء لها ذلك ولو لم يكن في جماعة؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا صحيح، أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهذا فضل عظيم، وهذا يحصل إن شاء الله للرجال والنساء من المسلمين. نعم.